أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وأحبائي اللي افتقدتكم خلال هالفترة. إن شاء الله فصل خير وبركة وتوفيق وسداد للجميع والنجاح إن شاء الله. أتوقع منكم تكونون صيادلة المستقبل لخدمة أبناء هذا الشعب المظلوم على أي حال، وببركة جهودكم وسعيكم ومثابرتكم على الدراسة إن شاء الله تكونوا صيادلة المستقبل مو صيادين المستقبل. موضوعنا لهذا الفصل يكون Pharmaceutical Calculation، حسابات الصيدلانية. الموضوع الأول Dilution Concentration Allegation، إن شاء الله راح يطرح على شكل فيديوهات بحدود 20 دقيقة كل واحد، فإن شاء الله تتابعون هذا الموضوع. و المحاضرات موجودة على كذلك على الويب سايت صفحة الكلية مالت الكلية. الأهداف من هذا الموضوع الأول هو يكون الطالب يكون قادر على describe عن معرفة أو وصف الرابطة بين المواد الفعالة active ingredient، يعني السوليوت اللي هنا عندنا بالسوليوشن، والداليونت والمواد المخف فف على أي حال، وفي يكون قادر وفي نفس الوقت قادر على معرفة على أي حال وتعيين percent strength and ratio strength اللي سابقا درسناها في الفصل الأول of a given product when the active ingredient remain constant and the amount of diluent is increased or decreased. بالتركيز والتخفيف لما عندنا محلول خففه أو ركزه، المادة الفعالة ثابتة بس الفوليوم يتغير. لما عندنا خلينا نفرض 10% يعني 10 جرام لكل 100، فلما نخففه إلى بدل 100 راح نخففه إلى الألف، يعني نضيف داليونت نضيف سولفنت، فراح يتخفف 10 مرات. فال 10 جرام هي ثابتة ما متغيرة، فالفوليوم تغير، فتكون التركيز يتخفف الفوليوم ازداد، فالرابطة تكون عكسية، يعني التركيز لما يقل الفوليوم يزداد. فهاي لازم تنتبهوها، وتكونون قادرين على determine the volume of a solution of a desired strength given a specified quantity of any given strength. تكونون قادرين كذلك على determine the volume of a specific stock solution. stock solution هذا المحلول المركز اللي نستفاد منه نحتفظه بالصيدلية حتى نهيئ المحاليل الأخرى المخففة. Determine the volume of a specified stock solution needed to prepare a given solution. Determine the quantity of an active ingredient in a specified amount of solution needed to prepare a given solution. وفي نفس الوقت تكون قادر على معرفة الطرق المختلفة التي تستخدم بالالليجيشن في مزج التراكيز المختلفة، المحاليل المختلفة ذي التراكيز المختلفة. تكون نوعين الليجيشن ميديال والليجيشن الترنيت. الميديال لما عندنا 1% 2% خلنا 4% نمزجهن، فايش قد التركيز النهائي، هاي يسموه المتوسط، اللي يكون تركيز المتوسط اللي راح نحسبه ايش قد يكون. والالتنيت لما عندنا 1% عندنا 2% نريد نهيئ، مثلا عندنا 1% عندنا 2% نهيئ مثلا 1.5 ايش قد نستخدم من ال1 ايش قد من ال2، او عندنا 1% و 3% نريد نطلع 2% ايش نستخدم من اي منهما، أو عندنا 1% فقط نريد نهيئ إيش قد 3%. جتك وصفة أنت من 3% بس عندك واحد 1%، تقول للمريض مع السلامة شكرا ما عدي، ما يصير، يعني حاول نساعده. فهنا شنو الطريقة المفروض نستخدمها حتى نهيئ 3% وهو إضافة المادة الفعالة، وبالعكس إذا عندنا 3% موجود عندك بالصيدلية والطبيب كتب 1% فش تسوي؟ بتخفف هذا، تضيف المادة المخففة الداليونت إن كان أكويس سوليوشن، ضيف
سترايل ديسول ووتر وان كان اويتمنت نضيف البترولاتم عليها. قبل ما نبدي بالموضوع المفروض أن تعرفون بعض التعاريف ومهمة وهسه تكلمنا عنها. الداليونت يعني المادة المخففة اللي تضاف حتى تخفف التركيز. ستوكسوني مواد strong solution محاليل مركزة اللي from which weaker ones are made هي تراكيز المخفف منها. والالليجيشن ذكرناها سابقا. الالليجيشن هي an old and practical method of solving arithmetic problem اللي تتعلق هاي البروبلم related to mixture of ingredients. عندنا allegation medial و allegation alternate. إن شاء الله نتكلم عليهم بالتفصيل فيما بعد. الرابطة حسب ما ذكرنا قبل لحظات between strength يعني التركيز يعني quantity والvolume تكون رابطة تكون عكسية. The amount of active ingredient remain constant. طالما المادة الفعالة باقية في constant فأني تغيير أني change in the amount يعني إن كان عندنا solid يكون نكون gram or volume إذا عندنا liquid of a solution or a mixture of solid is inversely عكسيا inversely proportion يتناسب to the percent or ratio strength. هاي لازم تبقى في ذهنكم. وأكو قاعدتين عامة لازم تنتبهوا لها يعني الأفضل تتبعوها بس أي واحد يقدر يستخدم أي طريقة سهلة وبسيطة ويعرفها المهم تعطي النتيجة الصحيحة. القضايا الرياضية ماكو طريقة واحدة أكو طرق مختلفة فتابع لك بس أكو فت قواعد عامة المفروض الأفضل تتبع حتى تطلع النتيجة الصحيحة. القاعدة الأولى حتى لا يصير اشتباه ويقلل الخطأ في حل المسائل لما عندك ratio strength. ratio strength سابقا درسناها يعني مثلا 1 على 200 1 على 400 1 على 800 احنا دائما قلنا نطلع 1 على يعني البص يكون 1 سابقا تذكرتوا اذا في الفصل الاول الترم الاول فنحولها الى البرسنت يعني عندنا 1 على 200 خلينا نفرض يعني على 100 ايش قد كل 1 على 200 ايش قد اكس على على 100 فيكون 0.5 فمن 0.5 فقط نخلي علامة البرسنت لأنه هو 0.5 للمية فبعد ما تكون 0.5% زين. هاي النقطة الأولى أو ممكن نستخدمها نفسها بالمعادلة سنشوفها إن شاء الله ممكن نستخدم 1 على 200 مثلا ولكن احتمال يصير اشتباه ولكن تابع الكوم عليها. والنقطة الأخرى وهي القاعدة الثانية وهو أن نحول النسب إلى أبسط ما يمكن يعني نفرض طلعت النسبة مثلا المحلول الأول إلى المحلول الثاني يعني التركيز الأول إلى التركيز الثاني مثلا 20 على 15 فمعناته نقسمها على 5 يعني يصير 4 على 3 فهي أبسط يعني whenever proportional part enter in calculation into a calculation reduce them to the lowest يعني عندنا 12 على 6 فالأفضل نقسم على 6 فيطلع 2 على 1 فهي هي نفس النسبة. المهم يعني المحلول الأول عندنا بي 1 part جزء واحد المحلول الثاني يكون 2 part فعندنا 1 جرام الثاني يكون 2 جرام عندنا 1 مل 2 مل بهن النسبة نفس النسبة إذا عندنا 50 ميل ذاك يكون 100 ميل يعني هاي المقادير اللي المفروض أن نمزجها ولازم تنتبهوا لها على أي حال. الطرق اللي نستخدمها method of solving the problem أكو ثلاث طرق أساسية وهي inverse proportion اللي هاي Q1 يعني quantity ممكن بالغرام أو بالvolume على Q2 equals C2 على C1 أو نستخدم هاي الإكويشن أنا أفضل هاي بس تابع لك لأن اشتباه يكون قليل زين. يعني Q1 اللي كوانتيتي الأولى المحلول الأول أو إذا عندنا غرام غرام إذا فوليوم فوليوم بالمل في التركيز الأول إكوال الكوانتيتي 2 وعلى التركيز المحلول الثاني على في مضروب بالC2 التركيز الثاني يعني كونسنتريشن. أو نقطة أخرى وهم هما سهلة
بس نستخدم أكثر شيء بالفيروس ممكن نستخدمه. يعني طالما نتعامل مع الداليوشن كنا المادة الفعالة ثابتة. لما نغير التركيز احنا ما راح نغير بالمقدار المادة، يعني عندنا 10% مثلا محلول يعني 10 جرام بالمية، لما نسويه إلى 1000 مل يعني راح يصير 10 غرام راح تتوزع بالألف، فالتركيز راح يقل 10 مرات، يعني بدل ما يكون 10% راح يكون 1% 1%. فنحدد أو نعين المادة مقدار المادة الفعالة بالمحلول الأصلي، التركيز الأصلي كان عندنا مثلا المركز، بعدين نشوف ايش قد الفوليوم نحتاج حتى هاي المادة نفسها، مقدار المادة ما تتغير. ف determine the quantity of active constituent اللي solute needed ايش قد، هنفرض قلنا 10 عيننا 10 بالمية موجود 10 جرامات مو أكثر، المية راح نخففها راح نضيف solvent لها أو في داليون، and then calculating the quantity of the solution اللي الاعتياديًا usually concentrated or stock solution that will provide the needed amount. يعني مو إن 10% المحمول المركز موجود عندنا 30% زين، يعني 30 غرام موجود بكل 100، فنقول احنا نحتاج 10، 30 موجود بال100، بال10 ايش قد موجود، فنطلع الفوليوم اللي نحتاجه من الستوك سوليوشن. هسه ويتش وان تو يوز، انا افضل اللي المعادله الثانيه ذا كويجن على اي حال، هاي تكون اسهل عموما، وهاي طبعا لي نفس الماده الفعاله، يعني عمليه تخفيف لنفس المادة الفعالة، نفس المحلول المادة الفعالة بالمركز المخفف نفسه. وعندنا فايلز نستخدم الطريقة الثالثة وهي نعين المقدار السوليوت أو الأكتيف إنجريدينت اللي نحتاجه، وبعدين نشوف إيش قد من المقدار المحلول المركز اللي بهذا هذا المقدار المعين من اللي عيناه في الخطوة الأولى إيش قد نحتاج منه كفوليوم، إيش قد نسحب حسب ما ذكرت لكم سابقا. أكو فد مثل يكون لتوضيح الفكرة أحسن، يكون there are occasion in which dilution تكون needed or required in the pharmaceutical calculation. يعني انت عندك محلول مركز بالحافظ ستوك سوليوشن بالصيدليه، الطبيب يكتب لك عندك مثلا 50% مركز، الطبيب ما يكتب لك 3.5% حافظ واي تركيز معين اقل، فلازم تحسبها. فنستخدم هاي المعادله Q1 في C1 Q2 في C2. مثال اذا عندنا 500 مل هنا اوف التركيز مالها 15 من فوليوم باي فوليوم سوليوشن من الميثال ساليسيليت موجود بالكحول R diluted to 1500 ml. What will be the percent strength of the final solution? انت هنا volume by volume volume by volume لازم هاي مهمة. أما إذا أنا مطينا المطلوب مال weight by volume لازم نستخدم ال density ونطلع المطلوب عليها. المعادلة Q1 C1 Q2 مطلوبة بC2، الفوليوم الأول ايش قد محلول المركز 500، البيرسنت مالته ايش قد 15%، هاي فقط العلامة بس بالنتيجة تبقى نبقيها، ولكن حتى سهل الأمور حتى تتذكرها. 500 في 15 الفاينل فوليوم ايش قد، 1500 في ايش قد المجهول هنا what will be the percent strength، المجهول هنا التركيز، فأكس يطلع 5، فخمسة وتبقى يصير بالمية، فهنا 500 تخففنا 1500 يعني 3 مرات تخفف، يعني 15 صارت ثلث التركيز وهو 5%. المسألة الثانية وهو إذا عندنا 50 مل أو تركيز ما لجقت
1/20 weight by volume. Solution of aluminum acetate are diluted to 1000 mL. What is the ratio strength? لسه ما ادري بيها لوفه، نص لوفه، ربع لوفه، بس المهم هي الفكره واحده. يعني هنا عندنا المحلول المركز 50 على تركي انه السترينث ماليه الكونسنتريشن ماله 1/20. الفاينل فوليوم الف زين، فهنا نقدر نبقيها او نقدر نحولها 1/20 شو يساوي من 100؟ 1 x على 100 فيطلع 5%. فنستخدم المعادلة Q1 C1 Q2 C2 50 مل في 5 ألف في قد التركيز النهائي فيطلع 0.25% اللي المطلوب شنو انتبهوا ratio strength. فنحولها فنقول 0.25 موجودة بكل 100 زين. إذا عدنا 1 جرام إيش قد موجود؟ فيطلع 1 جرام موجود بال 400، يعني المجهول X إيش قد موجود؟ فيكون 1 جرام اعتياديا موجود بال 400 بارت، يعني 1 جرام نانا ويت على ال 400 مل ويت باي فوليوم. أو ممكن نبقيها هاي، يعني نقول 50 في 1/20 يساوي ألف في 1/X فنطلع X. فعملية جدا سهلة وإن شاء الله تتوفقون لحل هاي المسائل. الستوك سوليوشن هي محالي قلنا مركزة من المواد الفعالة أو مواد غير فعالة، فعالة مثل كالورانت مثلا. الطبيب يقول لك خلي كل 100 مل مثلا مادة ملونة أو سويتنر خلي قطرتين او ثلاث قطرات، خلينا نفرض 100 باثنين، بس انت هيأت 500 فكم قطره تخلي؟ فعمليه حسابيه جدا بسيطه، ال 100 2 ال 500 تكون طبعا تصير 10 قطرات، يعني سويها نسبه وتناسب. فمثال على اي حال، هاو ماني ملليلتر؟ يعني المللتر المطلوب اوف تركيز ستوك سوليوشن ايش قد؟ 1/400 هذا التركيز مع التنسوكسون المحلول المركز. إيش قد فوليوم من هذا المحلول المركز نحتاج حتى نهيئ شنو نهيئ؟ 4 لتر. تركيز ماله إيش قد؟ 1/2000 weight by volume. هنا إيش قد ناخذ؟ هاو ماني مليلتر نحتاج؟ هسه على اي حال لما ناخذ هالقد مليلتر خلاص بعدين لازم نضيف الداليونت الى ان نوصل للاربع 4 لتر. هسه الواحد على الأربعمية يساوي 0.25، يعني 1/400 equal 1/X فيطلع X point هذا 0.25. 1/400 equal إيش قد يكون X على بالمية إيش قد يكون فيطلع X 0.25 بالمية، وواحد على 2000 فيطلع 0.05%. 4 لتر اللي 4000 مل. فطبق هاي المعادلة السابقة اللي قلناها اللي 4000 مل هذا المحلول المخفف تركيز ماله 0.05% اللي يعني 5% من 100، يعني هاي 0.05% هذا المحلول التركيز المحلول المخفف، يعني 1/2000 يساوي مجهول الفوليوم مالت السوك سوليوشن عندنا التركيز فيطلع 800. او نقدر نبقيها مثل هنا 4000 مل المحلول النهائي الفوليوم في جهاز التركيز ماله 1/200 المحلول المركز السوك سوليوشن ما ندري ايش قد ناخذ منه، فمجهول X في جهد التركيز ماله 1/400 يطلع 800. فالنكس ناخذ 800 مل من المحلول المركز، طبعا نضيف الداليون بالمقدار الكافي حتى نوصل الى 4000. اذا عندنا اكويس سوليوشن نضيف الفرق، يعني 4000 الفوليوم النهائي من 800 يطلع 3200. اما اذا عندنا
water and alcohol لنضيف المقدار الكافي لأن نصل إلى 4000. مسألة ثانية, how many milliliter of stock solution, تركيز ما لاش قد سنانا, how many milliliter of stock solution, زين بس هنا عكو وصفة طبية of, وتركيز ما لاش قد من stock solution لازم هي الوصفة الطبية, التركيز ماله 1/50 يعني كل 50 بواحد غرام, المية يعني باثنين, شغلة بسيطة على أي حال. فof stock solution of phenylephrine hydrochloride شقد منا نستخدم حتى نهيئ هاي الوصفة. زين هنا تركيز ماله 0.25. زين الطبيب هذا المطالب منه point هاي 0.25. زين ويريد فقط 30 ml. Add 230 ml, أكثر من 30 ml ما نحتاج, rose water. زين والتعليمات نقول له استخدمه لهذا للأنف هسه حسب تعليم الطبيب, حسب تعليمات الطبيب, قطرة أو قطرتين على أي حال كل 8 ساعات كل 6 ساعات في الأنف, المهم حسب تعليمات الطبيب. فهنا عندنا 0.25 الطبيب يريد, يعني 0.25 مو أكثر على أي حال. فالتركيز الابتدائي stock solution 1/50 يعني معناته 2/100 يعني كل واحد موجود بالخمسين إيش قد موجود بالمئة يطلع 2. فهذا التركيز الابتدائي الأولي المركز stock solution إيش قد نأخذ منه ما ندري X في 2% هذا التركيز. هنا المحلول الثاني المخفف اللي ريدناه ايش قد احنا نريد, احنا نريد 30 ميل, هذا تركيز ماله ايش قد 0.25, فايش قد يطلع 3.75 ميل. فان شاء الله سهله على اي حال. ومثال اخر, هاو ماني مليليتر اوف تركيز 1/400 ويت باي فوليوم ستوك سوليوشن حتى نهيئ 1 جالون, التركيز ماله 1/1000 نفس ذيك على اي حال 1 جالون يعادل 3785 المفروض تعرفوها على اي حال. فحولنا الريشيو سترينث الى بيرسنت سترينث, فواحد على 400 عادل 0.25%, والواحد على 2000 عادل 0.05%. فنطبق المعادله السابقه وهو هنا الاكس اللي مليليتر محلول المركز, الهرموني مليليتر الفوليوم مجهول, الفوليوم مالته يكون 0.25, التركيز ماله 0.25, والفوليوم النهائي 1 جالون 3785, التركيز ماله المفروض يكون 1/2000, فطلعناه 1/2000 يساوي 0.05%, فالأنسر يطلع 757 ميل. أو قلنا نقدر نبقيها نفسها, يعني X في 1/400 يساوي 3785 في 1/2000 فتطلع نفس النتيجة. فهاي قسم من المسائل اللي إن شاء الله ممكن تواجهوها على أي حال. فمسألة أخرى هنا, أنا ممكن الطبيب يقول لك حضر 50 ميل, بطي للمريض 50 ميل, بس تقول له يعني 50 تقول له للمريض من كل مرة أخذ 5 مل, وهاي الخمسين خففها 10 مرات, يعني سويها عندك 5 مل تأخذها من الخمسين وتخففها 10 مرات أو 100 مرة, يعني 5 مل سويها 50 مل أو 500 مل حسب تعليمات الطبيب, بحيث التركيز النهائي يحدد لك إياه الطبيب اللي يكون شلون and diluted in a specified volume of water, يعني المريض يجب أن يأخذ 5 مل ويخففه يعني حتى لا يصير عنده حالة toxicity أو تسمم أو irritation إذا مثلا يستخدمه for external use or for internal لازم يكون مخفف. المهم فيقول لك تتبع تعليمات الطبيب وتهيئ حسب ما مطلوب. توضيح الفكرة,
how much drug, how much drug should be used, مقدار الدواء اللي نستخدمه يعني مادة الفعالة. She in preparing جد 50 مل، طبيب قال لك 50 مل هي، بشرط لما المريض ياخذ 5 مل من هاي ال 50 ويخفف الى 500 التركيز يصير حقه. يعني هدف الطبيب تركيز هذا واحد على ألف، ما يصير اكثر يعني اكو ضرر عليه. زين، فهنا شلون نحلها؟ احنا هنا الواحد جرام موجود بالالف، هذا الفاينل سوليوشن المفروض المريض يستخدمه. يعني اذا بال500 يكون 0.5، زين، فالواحد على ألف ايش قد يكون بال500 هنا؟ يعني هنا عندنا need to be diluted to 500، نخفف بيطلع 0.5. يعني 0.5 وين موجوده؟ بال500. ال500 منين جايه بالاساس؟ من ال5 مل. يعني كل 5 مل بيها 0.5. ال5 مل منين ماخذيها؟ من 50 مل الاصليه. فال5 مل هنا بيها 0.5، ال50 ايش قد؟ فاكس يطلع 5 جرام. يجب أن نوزن 5 جرام هذا ندور في 50 مل من السوليوشن. زين، فراح تعطينا يعني هاي تحللنا المسألة، يعني 5 جرام ندور 50 مل يصير تركيز معين، بحيث المريض لما يأخذ منها ال 50 مل أخذ 5 مل ويضيف لل 5 مل كل مرة 500 مل يطلع تركيز هذا. يعني خصوصا فور اكسترنال سوليوشن اذا كان انتسبتيك يستخدمه او لاغراض اخرى حسب تعليمات الطبيب. المساله الاخرى للتوضيح اكثر، اللي هاو ماني مليليتر اوف ووتر شود بي ادد تو 300 مل اوف 1 اوفر 750.5 سوليوم بزيركونيوم كلورايد هنا تو ميك تركيز 1 اوفر 205 to 2500 هذا الريشيو سترينث ويت باي فوليوم. فهنا الحل يكون التركيز الابتدائي ايش قد؟ ايش قد؟ واحد على 750، يعني كل واحد غرام موجود بال 750 مل ويت باي فوليوم. إذا عندنا 300 هنا how many milliliter of water should be added to 3، يعني الفوليوم الأولي عندنا 300 لازم نخففه، نخففه بس ما ندري ايش قد نضيف حتى نطلع هذا التركيز النهائي. فايش قد اكس؟ فهنا 0.4 هاي المادة الفعالة الموجودة بال 300 نفسها راح تتخفف ما تتغير. ف جد راح يصير تتخفف الى تخفيف واحد الى 2500، يعني 1 جرام موجود ب 2500، الماده الاصليه عندنا 0.4، فراح تكون راح ال 0.4 جرام جد موجوده فراح تكون 1000 مل. فالفاينل فوليوم جد يكون 1000 مل. فاحنا عندنا 300 مل الفوليوم الابتدائي مع الكونسنتريتد سوليوشن، الفوليوم النهائي ألف، يعني الفرق لازم تكون 700، يعني نضيف ووتر اللي اكويس ديستيل ووتر ستيرلايز ووتر اذا فور ستيرلايزيشن فور انترنال، بس يوجوالي اكويس يكون ديستيل ووتر اولويز، لازم ما تنسوها. قبل ما نختم اكو فد ريفيو كويشن ان شاء الله تراجعوها ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم بعونه تعالى. اللي define the following term value and stock solution allocation, allocation media alternate intermediate, what is the relationship between the strength يعني اللي تركيز and the quantity يعني مقدار ال solution يعني او volume of a solution or a mixture during dilution. دائما الرابطة تكون عكسية حسب ما قلنا. What are the three different methods used for solving dilution problem. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على حسن إصغائكم، وإن شاء الله نكمل
في الفيديو القادم من سلايد رقم 13. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مثل ما قلت لكم سابقا، لو كان بيدنا قريب كنت أجيب لكم شنو حمص. وشكرا جزيلا.